السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. على الانستغرام سألتوني عن طريقة لتخفيف نمو الشعر الذي يتواجد على الوجه. اليوم ان شاء الله سوف اريكم طريقة ووصفة سهلة للتخلص من الشعر الذي ينمو على الوجه وكذلك تخفيفه. المقادير التي سوف نحتاجها: سوف نحتاج الى القليل من زيت جوز الهند الويلد كوكو، سوف نحتاج الى ماء وملعقتين كبيرتين من الدقيق الابيض. يلا بسم الله. اولا سوف نخلط الدقيق الابيض بالماء الى ان نحصل على عجينة متماسكة. بسم الله. أكيد هذه الوصفة هي صالحة للنساء فقط وليس للرجال. نخلط الدقيق مع الماء إلى أن نحصل على عجينة متماسكة كهذه كما سرنا. الآن الطريقة: نقوم بأخذ زيت جوز الهند القليل منه ونضعه على المناطق التي نريد أن نخفف الشعر بها. نعمل مساج بحركات دائرية على هذا الشكل وبطريقة لطيفة إلى أن يمتص الوجه زيت جوز الهند بكامله. نعمل مساج بحركات دائرية. زيت جوز الهند سوف يقوم بترطيب المنطقة. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط الذي حضرناه على الجبهة مثلا من فوق لأسفل، كذلك على جوانب الوجه من فوق لأسفل، وكذلك على الرقبة من فوق لأسفل على هذا الشكل. نأخذ القليل من هذا الخليط ونضعه بهذه الطريقة. من فوق لأسفل. ثم نتركه يجف مدة ما بين 15 إلى 20 دقيقة. يجب أن يجف تماما. سوف أتركه يجف وسوف أعود إليكم لأريكم الطريقة النهائية. بعد أن جف الخليط كما ترون، يجب أن يجف تماما. نقوم بعمل حركات دائرية من تحت لأعلى على هذا الشكل إلى أن نزيل الخليط تماما كما ترون. إذا كانت البشرة حساسة يجب أن يكون الفرك بطريقة لطيفة. إذا كان هناك احمرار بالبشرة فهذا شيء وأمر عادي، يجب أن نتخلص من العجينة تماما كما ترون بحركات دائرية من فوق لأعلى. إذا كانت البشرة حساسة جدا لا أنصح باستعمالها، ولكن جربوها في المرة الأولى، فإذا لاحظتم بأن الفرق قد تسبب لكم باحمرار أو حساسية يجب التوقف عن استعمالها. بعد أن تخلصنا من العجينة على هذا الشكل بشكل كلي، نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نقوم بوضع ماء الورد
على هذا الشكل لكي نسد المسام. ثم بعد ذلك نضع أي كريم مرطب على البشرة. هنا يمكن استعمال أي كريم مرطب تحبينه، أو يمكن أن تستعملي زيت جوز الهند أو زبدة الشيا على حسب اختياركم. أوكي، الآن هذه الوصفة تستعمل مرتين في الأسبوع على الأقل فرق 3 أيام ما بين الاستعمال الأول والاستعمال الثاني، وبعد مرور شهر واحد من استعمالها مرتين في الأسبوع، بعد الشهر الثاني نستعملها مرة في الأسبوع. يعني الشهر الأول نقوم باستعمال الوصفة مرتين في الأسبوع، وبعد الشهر الثاني نستعملها مرة بالأسبوع. وكلما داومت على هذه الوصفة كلما قل نمو الشعر على وجه إلى أن يختفي نهائيا. غالبا النتيجة سوف تظهر من الشهر الثاني، أي بعد انتهاء الشهر الثاني، ولكن على حسب كثافة الشعر. إذا كان الشعر كثيف جدا فهذا سوف يتطلب وقت آخر. كما قلت، إذا كانت البشرة حساسة يمكن أن نجرب الوصفة، فمن إذا رأيت أن بشرتك أصبحت حمراء جدا فهذا شيء عادي. إذا لاحظتم قد سببت لي إحمرار فهذا شيء عادي من الاستعمال الأول، ولكن إذا سببت إحمرار كثير أو حساسية يجب أن نتوقف عن استعمالها. هذه الوصفة أكيد لا تصلح للرجال وإنما للنساء فقط. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لكي تدعموها، أن توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة، انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وعلى الإنستغرام بعنوان وصفات، وكذلك على تويتر. سوف أضع الروابط جميعها تحت هذا الفيديو. إلى فيديو قادم بحول الله، إلى اللقاء.